أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي، نرحب بكم جميعا في المحاضرة 11 من المساق، والتي فيها سنتحدث عن Study Population and Sampling Techniques. نستذكر سويا أننا قد بدأنا بالحديث عن مكونات مقترح الدراسة أو Research Proposal، تحدثنا عن صفحة العنوان وتحدثنا عن فهرس المحتويات، ثم تطرقنا للحديث عن الجزء الأول من المقترح بمكوناته جميعا Introduction and Background. تحدثنا عن مكونات الانترودكشن والباكجراوند، وهي البروبلم ستيتمنت والأوبجكتيفز والجستيفيكيشن والسيجنيفيكانس والهايبوثيسيز. ثم تطرقنا للحديث عن الجزء الثاني من المقترح، وهو الليتريتشر ريفيو أو الدراسات السابقة، ومن ثم انتقلنا للحديث عن الجزء الثالث من مقترح الدراسة بمكوناته Proposal Methodology, Materials and Methods. تحدثنا عن Study Designs وتحدثنا عن Study Population، أو سنبدأ الحديث إن شاء الله اليوم عن Study Population. Study Population: At an early stage in the planning of an investigation, decisions must be made concerning the study population. قبل ما انه باحث يخطط لعمل البحث بتاعه، لازم يتخذ قرار حول مجتمع الدراسة اللي راح يستهدفه من خلال بحثه، يعني لازم يكون عارف هذا المجتمع. Study population is the total subjects of interest to be investigated: human, animals, plants, things الى اخره. مجتمع الدراسة هو العدد الكلي للموضوعات أو المواد اللي سيقوم الباحث باستهدافها. طبعا ممكن تكون الموضوعات أو السبجكتس هذه human, animals, plants أو أي شيء، بشر، حيوانات، نبات أو أي شيء آخر. The population under consideration should be clearly and explicitly defined in terms of place, time, other relevant criteria. لازم يكون مجتمع الدراسة تم تحديده بشكل واضح من حيث الحدود الزمانية والحدود المكانية وأي معايير أخرى ذات علاقة. على سبيل المثال، ما لو أنا بدي أتكلم عن دراسة بتستهدف مرضى الكلى، هقول أنا مرضى الكلى المسجلين في سجلات وزارة الصحة آخر 5 أعوام والذين يسكنون في محافظة غزة، فأنا هيك بكون حددت مجتمع الدراسة تبعي. If the study population comprises cases of disease, the procedures to be used for case identification should be stated. لو كان أنا عندي مجتمع الدراسة بتكون من cases، يعني مجموعة حالات، و controls مجموعة ضابطة، لازم إحنا نوضح المعايير اللي بناء عليها عرفنا لو مجتمع الدراسة. على سبيل المثال، لو أنا عندي مجتمع الدراسة كان مرضى سكر، فلازم أنا أعرف مرضى السكر اللي هم الأشخاص اللي بكون عندهم الجلوكوز أكثر من 115 ميلي جرام بالديسيليتر، أو التعريف اللي بتتبعه بلدك، في بلدان بيعتبروا فوق 125 ميلي جرام بالديسيليتر. طب الكنترول هم الأشخاص الأصحاء اللي السكر عندهم طبيعي، يعني أقل من 115 ميلي جرام بالديسيليتر. نقطة أخرى: If controls are to be chosen, their method of selection should be stated. حتى كمان طريقة اختيار المجموعة الضابطة أو الكنترول لازم تكون واضحة. عادة الكنترول بيشترك مع الكيسز في عدة متغيرات، منها إنه بيكون نفس العمر، نفس الجنس، نفس المكان، يعني لازم نجمع من نفس المكان، لكن بيكونش عندهم الكنترول، بيكونش عندهم الصفة أو المرض أو الظاهرة أو المشكلة الصحية اللي بتكون موجودة عند الكيسز، عند الحالات المرضية. عادة يعني غالبا انه الباحث ضمنيا بيختار مجتمع دراسته لما بحدد الموضوع، لانه بكون مهتم في جانب معين. عادة بتلاقي باحثين او تجد باحثين مهتمين في ابحاث الامراض المزمنة زي امراض الضغط والسكر، في باحثين اخرين مهتمين في ابحاث الامراض المعدية زي اللي هي الامراض المسببة من فيروسات او بكتيريا الى اخره. فبكون بشكل يعني مبدأ الباحث عنده فكرة عن اللي هو مجتمع الدراسة اللي بده يشتغل عليه. In other instances, but
particularly when an analytical survey or an experiment is being planned, the investigator may require purposefully to select a study population. In so doing, he must consider a question of appropriateness and practicability. في بعض يعني في حالات خاصة بخطط الباحث لإجراء أبحاث مسحية أو تحليلية. تمام؟ فهذا الأمر بفرض على الباحث اختيار مجتمع دراسة بصورة قصدية. يعني الباحث نفسه لازم يختار مجتمع الدراسة. طب حيختار الباحث مجتمع دراسة بناء على إيش؟ بناء على عاملين أو بناء على مسألتين هامتين. المسألة الأولى الأبروبريتنس والمسألة الثانية براكتسابيليتي، الملائمة والقابلية للتطبيق. بخصوص الملائمة، الملائمة عادة تعرف أنه مدى ملائمة مجتمع الدراسة لتحقيق أهداف اللي هي الدراسة المرجوة أو الأهداف المرجوة من الدراسة. لو ضابط مثال أنا مثلا، مثال دراسة تتناول ظاهرة إدمان الأترامادول، ما بين مثلا فئة الشباب. رحت أنا قلت بدي أخذ أنا مجتمع دراسة اللي هو طلبة مدارس الثانوية. هل المجتمع هذا حيكون ملائم زي لو أنا اخترت نزلاء سجن معين؟ نزلاء سجن معين، النزلاء بيكون مثلا مسجونين أو موقوفين على قضايا لها علاقة في مثلا تعاطي الحبوب المخدرة. أكيد الناس تمام النزلاء اللي موقوفين على قضايا حبوب أكيد حيفيدونه أكثر من طلبة المدارس. طلبة المدارس حنلاقي قديش منه مين حيرضى يوافق اصلا او مين حيوافق انه يشارك في الدراسه. فموضوع الابروبريتنس مهم جدا، والقابليه للتطبيق برضو قضيه مهمه جدا. طيب study population before starting in selection of study population practical questions such as the following should be answered. في اسئله عمليه لازم احنا نجاوب عليها كباحثين قبل ما نختار أو نبدأ في اختيار مجتمع الدراسة. الأسئلة هذه is the proposed، السؤال الأول is the proposed population the one that would give the required information. تمام؟ هل المجتمع الدراسة study population اللي الباحث بده يختاره سيكون كافي لإعطاء الباحث جميع المعلومات التي يحتاج لها؟ أحيانا بكون في مجتمع دراسة عدده قليل، بالتالي انك تاخذ منه عينات حيكون صعب، ممكن تضطر تاخذ المجتمع ككل. احيانا برضو المجتمع الدراسة بيكون صعب الوصول له، تمام، او لن تتمكن من الوصول له، بالتالي طبيعي مش هيعطيك المعلومات اللي انت بدك اياها كباحث. السؤال الثاني will the population cooperate to participate in the study or will be resistant one. هل المجتمع تاع الدراسة حيوافق كله يشارك معك في دراسة أم حيرفض؟ يعني عودة للمثال السابق، لو أنا بدي أشوف ظاهرة إدمان الأترامادول وتأثيراتها النفسية مثلا أو أسبابها الاجتماعية، رحت على النزلاء الموجودين في سجن معين، هل كل النزلاء حيوافقوا إنه يشاركوا معايا؟ أكيد في ناس حترفض وفي ناس حتوافق. قديش رح يرفضوا قديش حيوافقوا الله أعلم. كيف بدي أحلف يمين إنه استهدفهم في الدراسة أو ما استهدفهم؟ مش كيف بدي أقرر؟ إدي حعرف كيف. السؤال الثالث If it is proposed to study patients with a specific disease will it be possible to identify enough cases to yield useful conclusion? Could we have an enough sample size? هل تستطيع الحصول أنت كباحث هل تستطيع الحصول على عدد عينات كافي من هذا المجتمع؟ نفترض جدلاً انه المساجين او الموقوفين في السجن وافقوا انهم يشاركوا تمام في الدراسه تبعتك، ونفترض انه عنوان الدراسه تبعتك تاثير الاترامادول على البيوكيميكال باراميترز على صحتهم يعني هؤلاء النزلاء، نفترض وافقوا، هل عددهم عدد النزلاء الموجودين في السجن هذا يكفي انه يعطيك عينه انت تشتغل عليها وتحقق اهداف دراستك؟ برضه هذا بنسال السؤال. السؤال الاخير if a long term follow up study is planning Is the population so mobile that it may be difficult to maintain contact with the subjects? لو انت اجريت دراسة طويلة الامد تمام او بديش اقول دراسة طويلة الامد خلال فترة اجراء دراستك على هذا المجتمع مجتمع study population ونفترض انه مجتمع النزلاء في السجن، هل سيتغير المجتمع بالتالي تفقد الاتصال معه؟
نفترض انه مثلا مجتمع النزلاء لقيت السامبل تبعتي 100، ممتاز. النزلاء 1000، لقيت 100 السامبل تبعوني او 50، بلشت اشتغل مع السامبل هدول، بدي اعمل معهم الدراسه. الدراسه تبعته مدتها اسبوعين، اول اسبوع من ال50 اللي انا بشتغل عليهم طلع 10 برا السجن، تمام؟ بعد في الاسبوع الثاني 10 رفضوا يشاركوا، اصبح ان انا ايش دراستي فشلت، لانه المجتمع السامبل اللي اخذته من مجتمع الدراسه رفض، اللي هو ايش، ما بين انه خرج من السجن فبطل له مصلحه يشارك، او ما بين انه رفض يشارك غير رايه. عشان هيك المشكله هذه احنا بنحلها من خلال شغله مهمه جدا، بنعمل حاجه اسمها بريليمينري اكسبلوراتوري ستادي. البريليمينري اكسبلوراتوري ستادي عباره عن دراسه، لو انا بدي اعمل دراسه على سامبل عينه من 100 شخص باخذ 10 اشخاص بس وباجري عليهم الدراسه، بعمل الاستبانه وبسالهم الاسئله وبروح لهم على اماكن مكوثهم وبشوف نسبه استجابتهم. يعني لو انا لقيت من العشرة 2 رفضوا، معناته حتوقع انه من الستادي بابوليشن من السامبل لو كانت 100 في 20 ما يكملوش معايا الدراسه، منطقي. فايش المعيقات والتحديات والمشاكل واجهتني مع العشر أشخاص، تمام؟ فأنا بتجنبها لما أشتغل على العدد 100 شخص أو 1000 شخص، العدد الأكبر، وبكون لا قدر لو واجهت معيقات معينة أو كبيرة بكونش خسرت. ممكن أحيانا بعد ما أعمل البريمينري إكسبلوراتوري ستادي أو البايلوت ستادي أضطر أغير موضوع الدراسة ككل، لأنه من خلال إجراء دراستي على 10 أشخاص واجهت معيقات كبيرة، واجهت أن أنا بقدرش أكمل في هذه الدراسة. فمهم جدا أنه أنا قبل ما أعمل دراسة كبيرة وأخش في دراسة كبيرة أعمل دراسة بايلوت، دراسة على الطاير، دراسة صغيرة على 10 أشخاص أو 20 شخص، ومن خلال 20 شخص أقرر هل أكمل في دراستي ولا ما أكملش. طبعا لما بأجري دراسة على 10 أشخاص هدول هم البايلوت ستادي، بتجنب أنا أقع في مين، أو بقدر أسد الثغرة أو التساؤلات، أو أجيب عن التساؤلات اللي طرحتها، التساؤلات الأربعة اللي طرحتها قبل قليل، تمام يا أحباب؟ فالتساؤلات الأربعة اللي طرحتها قبل قليل حلها وإجابتها تكمن في إن أنا أعمل البريليمينري إكسبلوراتوري ستادي أو بايلوت ستادي، تمام؟ بالتالي أجاوب عن التساؤلات الأربعة. طب ما هي إجابات التساؤلات الأربعة هي اللي حتقرر، أو هي حتخليني أقرر هل أكمل في الدراسة أو ما أكملش في الدراسة. طيب، سامبلينج، الاعتيان أو طريقة أخذ العينة. إيش تعريف السامبلينج؟ Sampling involves the selection of a number of study units from a defined study population. Sampling هي اختيار عدد من العينات هي وحدات الدراسة، تمام؟ من مجتمع الدراسة، من study population. عندنا هنعرف ايش تعريف السامبل، وهنعرف ايش تعريف اللي هو study population او مجتمع الدراسة. في ملاحظة مهمة، notes: the population is too large for us to consider collecting information for all its members. تمام؟ ايش الملاحظه هذه معناها؟ المجتمع ككل، يعني مجتمع الدراسه عدده كبير، يعني الاستاذ بيقول شيء عدده كبير جدا، عشان احنا كباحثين نفكر ناخذ منه معلومات او نجمع منه بيانات الدراسه. ليش؟ لو انا عندي مجتمع دراسه ديابيتك بيشنت، مرضى السكري، نسبه الديابيتس في غزه 10%، البريفالنس تبعه الشيوع 10%. طب انا عندي غزه 2 مليون، يعني انا عندي 200 الف مريض سكري. لو انا بدي اعمل دراسه عليهم بدي اخذ ال 200 الف واحد اجي عليهم الدراسه، شيء مستحيل وصعب ومستهلك للوقت ومستهلك للجهد، difficult، costly، time consuming، impossible. طيب ايش الحل؟ عشان هيك بدلا من ذلك نختار عينه من افراد هذا المجتمع، بحيث تكون العينه ممثله للمجتمع. ال 200 الف بختار منهم عينه، العينه ممكن تكون 100 200 300. العدد هذا كيف بنحدده؟ هنتعلم في المحاضرة القادمة، من خلال حسبة معينة، من خلال طريقة معينة وحسابات معينة، باستخدام اللي هو برامج زي الاس بي اس اس، تمام؟ أو باستخدام جداول اللي هو الدبليو اتش او، أو باستخدام وسائل حنتكلم عنها إن شاء الله رب العالمين المحاضرة القادمة. طيب أخذت العينة ال 200 شخص، بقوم بإجراء الدراسة كاملة عن ال 200 شخص، طبعاً افتراض جدل أنهم 200. النتائج اللي خرجت والبيانات والريزلتس اللي خرجت من خلال اجراء الدراسه على 200 شخص بعممها على مين؟ على ال 200 الف تبعون مين؟ الدايبيتك بيشنت او مرضى السكري اللي هم يمثلوا الستاد بوبوليشن. ليش بقدر اعممها؟ لانه بكل بساطه انا عملت اعتيان او اخذت عينه بطريقه علميه، والعينه اللي اخذتها بطريقه علميه هي عينه ممثله ريبريزنتيف
فبالتالي العلم بقول لك انه طالما العين ممثله تقدر تعمم نتائج العين على مين؟ على الستادي بوبيوليشن. تمام. The aim of sampling is to draw a representative subset of a population. الهدف من الاعتيان هو انشاء او عمل مجموعه فرعيه ممثله لكل مجتمع الدراسه. اذا كانت with a representative sample one can confidently generalize the result to the rest of the population from which the sample was withdrawn. انت كباحث اذا كانت العينه تبعتك ممثله لكل المجتمع، يعني اخترتها بطريقه علميه بالتالي كانت ممثله، بالتالي بكل بساطه وبكل اريحيه وبكل ثقه تقدر تعمم النتائج اللي خرجت بعد اجراء الدراسه على العينه على كل المجتمع. طب اذا كانت العينه بايظه منحازه، بالتالي بكل اسف ما تقدرش تعمم النتائج على كل المجتمع. تمام يا احباب. في مزايا اخرى طبعا زي ما قلنا اللي هو من الايجابيات اللي هو استخدام السامبل يوفر لك جهد ويوفر لك وما الى ذلك. طيب نقطه مهمه الان، لما بقرر الباحث when taking a sample we be confronted with the following question. لما بقرر الباحث او عندما يقرر الباحث اخذ عينه من مجتمع دراسته فانه سيواجه اسئله ثلاثه لازم يجاوب عنها، وفي امور لازم او ثلاثه اسئله لازم يكون فهمها او عنده اجابات عليها. السؤال الاول what is the group of people from which we want to draw a sample. من هم مجموعة الأشخاص؟ تمام؟ من هم مجموعة الأشخاص؟ يعني الستادي بوبوليشن اللي أنت كباحث حتختار منهم العينة تبعتك. اثنين، ما هي طريقة اختيار هذه العينة الممثلة؟ How will these people be selected؟ الناس هدول الستادي، تمام؟ يعني السامبل تبعتك كيف حتختارها من الستادي بوبوليشن؟ السؤال الثالث، How many people do we need in our sample؟ قديش عدد الأشخاص اللي أنت ستحتاجهم في العينة اللي حتختارها من الستادي بوبوليشن أو من مجتمع الدراسة؟ تمام؟ هذه الأسئلة مهم جدا نجاوبها. نمسك السؤال الأول ونتعرف على مجموعة تعريفات خاصة فيه. التعريف الأول Target Population. Target Population is the total number of inhabitants who are living on a defined geographical area. Example Gaza Strip Population Gaza Governorate. المجتمع المستهدف تمام هم السكان تمام الذين يعيشون أو يقطنون في منطقة جغرافية محددة، سكان غزة، سكان رفح، سكان مصر، سكان فلسطين، سكان الصين، منطقة جغرافية محددة، هذول بنسميهم الستادي أو التارجت بوبوليشن. الستادي بوبوليشن جزء من التارجت بوبوليشن. إيش تعريف الستادي بوبوليشن؟ Study population, population from which the sample actually was drawn and about which a conclusion can be made. Example: diabetic patient, hypertension patient, etc. هم study population أو مجتمع الدراسة هم قطاع معين من target population، يعني جزء من target population يشترك بصفة معينة. الصفة ممكن تكون مرض، ظاهرة معينة أو شيء معين. منه يعني من الستادي بوبوليشن هذا منه يتم سحب العينه الممثله والمطلوب اجراء الدراسه عليها. تمام يا احباب. تمام. في ملاحظه تحت، ملاحظه تحت او قبل الملاحظه، ايش امثله الستادي بوبوليشن؟ مرضى السكري مثلا، هذول مجتمع دراسه. مرضى الضغط، مرضى الانيميا، المدرسين في المدارس مجتمع دراسه، بيشتركوا في صفه انهم كلهم مدرسين في مدارس. مرضى السكر بيشتركوا بصفه السكري. مرضى الضغط بيشتركوا بصفة إصابتهم بمرض الضغط. نوت، نرجع للنوت. For practical reasons the study population is often more limited than the target population. In some instances the target population and the population sampled are identical. إيش معنى الملاحظة هذه؟ لأسباب عملية مجتمع الدراسة يكون أكثر تحديدا وأضيق وأصغر من التارجت بوبوليشن أو المجتمع المستهدف. لكن أحيانا مجتمع الدراسة بيكون هو نفسه الستادي بوبوليشن، بيكون هو نفسه التارجت بوبوليشن المجتمع المستهدف. زي مثلا الدراسات المسيحيه اللي بتستهدف
تستهدف التارجت بوبوليشن ككل. على سبيل المثال لو بدأت تقوم وزارة الصحة بإجراء دراسة مسحية لكل سكان قطاع غزة لفحص إصابتهم في الكورونا، أصبح صار عند الستاد بوبوليشن هو نفسه التارجت بوبوليشن، لأنه استهدفت كل سكان قطاع غزة. لاحظوا حضراتكم تارجت بوبوليشن بالأزرق جزء من الستاد بوبوليشن، والستاد بوبوليشن أنا باخذ السامبل العينات اللي حقوم بإجراء الدراسة عليها. طيب نكمل التعريفات. ثلاثة سامبلينج يونت. سامبلينج يونت the unit of selection in the sampling process. السامبلينج يونت يا أحبابي تعريفها بسيط جدا، الوحدة المختار أو المأخوذ منها العينات، يعني هي الوحدة من مجتمع الدراسة التي ستجمع منها العينات. لو افترضت جدلا عند مجتمع الدراسة مستشفيات قطاع غزة، أصبح السامبلينج يونت حتكون عند اللي هي المستشفى. طب لو كان عنده مجتمع الدراسة أبار قطاع غزة، أصبح السامبلينج يونت إيش حيكون عندي؟ حيكون عند البئر نفسه اللي حياخد منه مين؟ العينة. تمام؟ طيب Study unit عنصر الدراسة أو أحيانا نسميه Study subject. Study unit the unit in which the observation will be collected. الوحدة التي ستجمع عنها الملاحظات أو البيانات، الوحدة اللي بستهدفها أنا في الدراسة نفسها. لو افترضت جدلا عند مجتمع الدراسة كان مستشفيات قطاع غزة، نرجع لنفس المثال طبعا، الستادي يونت حيكون عنده هو المريض، هو السبجكت تحت الدراسة. نفترض جدلا مجتمع الدراسة عنده أبار قطاع غزة، الستادي يونت تبعتي حتكون عندي هو المائل في البير اللي بدي أفحصه أنا. واضحة؟ طيب التعريف اللي بعديه سامبل ديزاين. درسنا في المحاضرة السابقة أنواع الستادي ديزاينز بكل أنواعها. تمام؟ طبعا السامبل ديزاين ذا سكيم فور سيلكشن ذا سامبلينج يونت فروم ذا ستادي بوبوليشن، اللي هو طبعا مخطط اختيار او جمع العينات من مجتمع الدراسة. طيب التعريف السادس اللي هو sampling frame the list of units from which the sample is to be selected، عبارة عن القائمة او الاطار اللي بناخد منه احنا مين؟ العينات تبعتي او عناصر الدراسة، سجلات المرضى في المستشفى، ملفات المرضى مثلا، قوائم أطفال يعانين من الأنيميا لدى جمعية معينة. طالما موجود سجل أو إطار فهذا أيضا بسهل علي، وشغلة مهمة. طبعا الستادي بوبوليشن هي اللي بتدلني على الفريم، تمام، أو الإطار اللي أنا بدي أخذ منه السامبل بتاعتي. لو كان الستادي بوبوليشن تبع مثلا مرضى الأنيميا، أكيد أنا هروح على وين؟ على عيادات الرعاية الأولية أخذ سجلاتها اللي هي الفريم اللي موجودة فيها، ومنها أخذ منها مرضى الأنيمي أسماءهم وبياناتهم. تمام؟ في مثال يعني جميل موجود أمامي هنا، كامل سامبلينج إليمنت. لو كان أنا عندي هنا، هي عند الدائرة الكبيرة تمثل سيتي هاوس هولد اللي هي الستادي بوبوليشن تبعي. تمام؟ نفترض جدلا اللي هي بيوت محافظة خان يونس. تمام؟ السامبل، لاحظوا السامبل تبعتها حتكون بعض المنازل، هي الدائرة الخضراء، المنازل اللي داخل الدائرة الخضراء. طب السامبلينج يونت حيكون المنزل اللي حاخد منه بناء على التعريفات اللي تو حكيناها. طيب الستادي يونت او الستادي سبجكت حيكون الاشخاص او الافراد اللي بيعيشوا في هذه المنازل. تمام يا احباب؟ تمام. طيب طبعا المثال ايضا مثل المثال السابق، لاحظوا حضراتكم الستادي اليمنت هو جزء اصلا من السامبل. تمام، السامبل جزء من الستادي بوبوليشن، الستادي بوبوليشن جزء من التارجت بوبوليشن اللي هو الازرق. طيب الان هنتكلم في نقطه مهمه، هاو ويل ذيس بيبل بي سيلكتد، كيف الناس هذول او السامبل اللي احنا هنختارها من الستادي بوبوليشن، اللي هي السؤال الثاني بي اللي بدنا نجاوبه. صراحه هناك كلاسيفيكيشن اوف سامبلينج تكنيك، هناك العديد من طرق تصنيف او من طرق الاعتيان او جمع العينات. السامبلينج تكنيك قسموها العلماء ل ايش؟ طريقتين او لاسلوبين. الطريقه الاولى نان بروبابيلتي سامبلينج تكنيك او طرق جمع العينات الغير احتماليه او الغير عشوائيه. هذه الطرق تنتج عينه غير ممثله للمجتمع، يعني بقدرش اعممها على مين؟ على المجتمع. الطرق الثانيه هي probability sampling technique، طرق اعتيان عشوائية طبعا تنتج عينات ممثلة بقدر أعممها على كل المجتمع.
النان بروبابيلتي سامبلينج تكنيك اللي هي محور حديثنا في المحاضره هذه عده انواع. كونفينينس سامبلينج، تمام، كونفينينس سامبلينج بمعنى طرق اخذ العينات الملائمه او الموائمه او الاعتيان بالملائمه او الاعتيان بالموائمه، طريقه اخذ العينات الملائمه يعني العينات المناسبه لإليه، حنشرحها الان بالتفصيل. طريقة الثانية من نبروباليتي سامبلينج تكنيك جادجمنتال سامبلينج، هي طريقة أخذ العينات بناء على قرار الباحث وحكمه، تمام، أو بسموها طريقة الاعتيان الهادفة أو الموثوقية، سميها ما شئت، أو أحيانا بسموها اعتيان الخبراء. الطريقة الثالثة اسمها الكوتا سامبلينج، طريقة أخذ العينات بنظام الحصص أو الاعتيان بالحصص. الطريقة الرابعة اسمها سنوبول سامبلينج، طريقة أخذ العينات بنظام كرة الثلج أو الاعتيان بكرة الثلج. لو تحدثنا عن أنواع البروبابيليتي سامبلينج تكنيك اللي حنتحدث عنها أيضا بالتفصيل في المحاضرة القادمة، حنجدها طريقة الأولى سمبل راندوم سامبلينج، طريقة العينة العشوائية البسيطة، سيستميك سامبلينج، طريقة أخذ العينة المنتظمة، ستيفايد سامبلينج، طريقة الاعتيان أو أخذ العينة الطبقية، الكلاستر سامبلينج اللي هو طريقة أخذ العينة العنقودية أو الاعتيان العنقودي، وهناك طرق أخرى للاعتيان للبروبابيليتيز. طيب نتحدث عن كل طريقة من طرق الاعتيان للبروبابيليتي اللي هم محور حديثنا في المحاضرة هذه، تمام. طيب خلينا أشرح من الصور، تمام، التوضيحية. طبعا اللي موجود في الصورة الكلام المكتوب هو نفسه اللي هتحدثه هعلق عليه على الصورة فيه. Convenience Sampling، أسلوب الاعتيان بالملائمة أو الموائمة. عادة يعني هذه طريقة يتم من خلال اختيار عينات الدراسة المتاحة والتي تصادف الباحث في وقت جمع البيانات. إيش بلاقي الباحث من أشخاص بإمكانه يجري الدراسة عليهم، بقولهم تعالوا بيختارهم على طول بغرض الإسراع والتسهيل في إجراء الدراسة، يعني طريقة سهلة وسريعة وبيجري دراسته بصورة سريعة. نفترض جدلا باحث بده يجري دراسة حول مدى رضا الموظفين عن مثلا رواتبهم في مستشفى الشفاء، دخل في قسم الاستقبال، مين شاب في الموظفين راح سألهم. طب نفترض جدلا انه معظم الموظفين اللي واجههم كان موظفين من اداريين ذوي الرواتب المتدنيه، ما واجهش اطباء او اخصائي تحليل طبي او صيادله بتكون رواتبهم نوعا ما اعلى، بالتالي حتكون نتائج دراسته نوعا ما فيها نوع من البايز، انه حتكون نتائج انه والله هناك عدم رضا على الرواتب، وان كان حتى الفئات ذات الراتب الاعلى برضه مش حتكون عندها رضا يعني. لكن سبحان العظيم الطريقه هذه صح سريعه، لكن عدم وجود تمثيلية أو عدم تمثيلها لكل المجتمع برضو بتترك يعني بتجعل فيها نوع من البايز أو نوع من عدم الموثوقية. طيب الأسلوب الثاني judgmental sampling، أسلوب الاعتيان الهادف أو اعتيان الخبراء، طريقة يختار فيها الباحث عينات الدراسة بناء على خبراته. هاي الباحث موجود قدام الريسيرشر بناء مين؟ على خبراته ومعرفته وحكمه المهني. مثلا قالت العرب قديما، والمثال يتضح المقال، باحث يريد عمل دراسة حول علاقة العمل في محطات الوقود مع نشوء سرطانات لدى العاملين. بكل بساطة بروح الباحث بتوجه للناس الخبراء بالأمر هذا. مين الناس الخبراء؟ أطباء الأورام الباحثين في مجال السرطانات، نشر أبحاث كتير بالتالي لديهم معرفة ودراية بالأمر. الأطباء الأورام مر عليهم كتير مرضى وسألوهم أكيد وين كنت بتشتغل وربطوا فصارت عندهم معرفة تراكمية. أكاديميين، تمام، جمعيات مهتمة في الأورام ومهتمة إنها تتابع الناس هدول تصرف لهم علاجات مرضى الأورام. فبالتالي أسلوب الاعتيان الخبراء إن أنا بروح في دراستي بأقابل الناس اللي عندهم إجابات للتساؤلات تحت الدراسة بتاعتي، وباخذ منهم التساؤلات الإجابات تبعتهم، تمام، وبجمعها وبحلها تحليل إحصاء وبأخرج في الانطباع العام أو الرأي العام أو نتائج دراستي اللي أنا بدي إياها. كوتا سامبلينج إكزامبل، أسلوب الاعتيان بنظام الحصص. هذه الطريقة تضمن أو هي طريقة تضمن ظهور عدد معين من عينات الدراسة من فئات مختلفة ذات خصائص محددة في العينة، بحيث يتم تمثيل كل هذه الخصائص.
يقوم الباحث بإجراء أو جمع بيانات مع أكبر عدد من الأشخاص من كل فئة حتى يملأ حصته. إيش يعني الكلام هذا؟ لو نفترض جدا في عندي باحث بده يجري دراسة لمعرفة أهم الأمراض الموجودة لدى الرجال فوق سن 50 عام في قطاع غزة تبعا للمحافظات الخمسة، وهذا الباحث بده يجمع 1000 شخص كعينة. طبعا الباحث أول ما يبدأ دراسته سيبدأ بتوزيع حصص كل محافظة كالتالي: إن غزة 5 محافظات، محافظة الشمال، محافظة غزة، الوسطى، خان يونس، رفح. كانت حصة محافظة الشمال 200 شخص وزعهم الباحث نفسه، وحط له محافظة غزة كونها أكبر عدد سكان 300 شخص، حط له محافظة الوسطى 200 شخص، حط له خان يونس 200 شخص، ورفح 100 شخص. يعني حدد لكل محافظة قديش حصتها من الأشخاص اللي بده يجمعهم منها. طيب بعد ما حدد الحصص الآن بده يبلش يجمع الأشخاص هدول من كل محافظة، الأعداد هذه من كل محافظة بناء على الشروط اللي وضعها، تمام؟ مثلا بناء على الشروط اللي هو توزيع جغرافي معين، يعني داخل المحافظة نفسها على أحياء المحافظة مثلا أو على مناطق المحافظة. فبيبلش يجمع الناس هدول وبسألهم الأسئلة تبعته، طبعا أعمارهم فوق 50، إيش طبيعة عملهم، إيش أهم، وبحصر الأمراض الموجودة لديهم، بشوف بعض المتغيرات السوشيال ديموغرافيك وإلى آخره. القضية هنا ليش أخذت اسم الكوتا أو الحصص؟ إنه تم توزيع الناس على المحافظات، كل محافظة أخذت حصة معينة بناء على حجمها السكان أو كثافتها السكانية. ممكن تكون الحصص مش بس يعني ممكن يكون الحصص أكثر من متغير متداخل، يعني أنا ذكرت هنا متغير واحد هو محافظات بناء على عدد السكان، ممكن يخش متغيرات أخرى تتداخل فبالتالي تلعب في وزن الحصة وتلعب في مقدار اللي هو حصة كل محافظة من الأعداد، لكن إحنا ضربنا مثال متغير واحد من باب التسهيل يعني عليكم كطلاب. طيب الطريقة الأخيرة في من طرق النانو بروبابيليتي سامبلينج تكنيكس اللي هي السنوبول سامبلينج أو أسلوب الاعتيان بنظام كرة الثلج. عادة الباحثون بيستخدموا هذه الطريقة في جمع العينات إذا كانت عينة الدراسة نادرة جدا أو العينة غير معروفة، تمام؟ أو مجتمع الدراسة تبع غير معروف، أو مجتمع الدراسة تبعي بزاول مهنة أو بزاول مهنة معينة غير قانونية أو بقوم بعمل غير قانوني، فبالتالي هو المجتمع ده بيرضاش يبرز نفسه فصعب إنه أوصل له، تمام؟ أو ممكن يكون المجتمع صغير جدا. يعني هذا الأسلوب يعني بشبوه بالإحالة المتسلسلة. هنعرف الآن إيش الإحالة المتسلسلة. الباحث عادة بيستهدف العينة الأولى أو الشخص الأول في الدراسة، بيعطيه الاستبانة تبعته أو بيسأله الأسئلة، تمام، اللازمة، وبطلب منه يتواصل مع أشخاص آخرين بحيث أنه يسألهم نفس الأسئلة، وبتواصل الباحث مع شخص آخر، بتواصل برضو يطلب منه يتواصل مع أشخاص آخرين برضو يعبوا الاستبانة ويزودوه في المعلومات والبيانات. طيب الناس بيقولوا طب يعني معلش بدنا مثال عشان تتضح الامور اكثر. اقول لكم مثال بسيط. لو في عندي باحث مثلا بده يقوم باجراء دراسه حول مثلا مدى شيوع ظاهره الاترامادول وتاثيراتها، او ظاهره ادمان الحبوب المخدره وتاثيراتها على الشباب والاسباب الكامنه وراء هذه الظاهره وانتشارها، صعب نروح نقول للباحث روح دور على كل مدمن الاترامادول ويرضوا يشاركوا معاه في الدراسه، اكيد مش حيرضوا. ايش بيسوي الباحث؟ وشوف له واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا 10 بعرفهم من الناس المدمنة على الحبوب هذه أو أدمنت عليها، وبجلس معهم بعبي معهم الاستبانة. بعد ما عبى الاستبانة مع 10 هذول بطلب من كل واحد من 10 يقول له لو سمحت شوف الاثنين أو ثلاثة أو أربعة من الناس اللي بتعرفهم كانوا مدمنين وبثقوا فيك، بثقوا فيك أنت، وعبي لها 10 استبانات وشرحوا 9 البقية. فبالتالي بصير سبحان العظيم انه كلما تقدمت الدراسة يعني عينة الدراسة تنمو مثل كرة الثلج المتدحرجة، ومن هنا اخذت اسمها اسلوب اللي هو كرة الثلج. فعينة الدراسة تنمو مثل كرة الثلج المتدحرجة مع تراكم العينات. فهنا العينة لاحظوا بتعتمد على الثقة، تمام، بتعتمد على الثقة. لاحظوا اكيد انه موضوع تعاطي اللي هو الحبوب المخدرة ظاهرة مش قانونية، بالتالي عينة الدراسة هتكون مختفية او لا تبرز نفسها ألو تخفي نفسها. لو بدي أتكلم عينة على تجار أثار برضو صعب هذول تصل لهم، مش حيرضوا يبرزوا نفسهم، لكن لو أنت بتعرف واحد بتثق فيه أو هو بثق فيك وهو نفسه يسأل أشخاص آخرين هم بثقوا فيه أكيد حتجمع العينة تبعتك بسهولة. لكن لو أنت بنفسك حتروح تلف على الناس هذول اللي هم ما بيبرزوش نفسهم أو القانون بطردهم
بالتالي صعب انه انت ايش تصل لهم. تمام، طبعا هي ملخص للاربع طرق تبعت اللي هو النون بروبابيلتي سامبل التكنيك اللي احنا شرحناها وتطرقنا لها. المحاضره القادمه ان شاء الله رب العالمين نتكلم معكم عن البروبابيلتي سامبل تكنيكس وانواعها بشكل تفصيلي. اشكر لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم.